هو ايه اللي ممكن يحصل لو اختفت الصراصير؟ كلنا عارفين ان الصراصير من الكائنات المقززة واللي مفيش حد بيحبها، ولكن ده ما يمنعش انها لو اختفت هيحصل مشاكل من بعدها، وده لانها مصدر غذاء للطيور وبعض الثدييات. فلو اختفت الصراصير هيقل عدد الثدييات والطيور اللي بتتغذى على الصراصير، ده غير ان فضلات الصراصير جواها نيتروجين كتير، والنيتروجين ده مفيد جدا للتربة وبيتغذى عليه الأشجار والنباتات. فلو الصراصير اختفت هتبقى مشكلة مش سهلة.